الى راجلك عزيز وكيضرب تماره وكيقيل واقف في الخدمه ديالو فاش كيرجع في الدار ورجليه كيبقاو يزدحوا عليه، نوضي جربي لي هاد الوصيفه هادي. الى عندكم الم المفاصل والم الركاب يا اختي، رجلك كيزدحوا عليك ولا امك ولا عجوزتك، نوضي جربي لها هاد الوصفه هادي اللي عن تجربه. اقسم بالله اخوتي ما كنحلف لكم على الكذوب، ديما كنحلف لكم على شي حاجه اللي انا كنكون متاكده منها. هاد الوصفه هادي عن تجربه، الالم المفاصل والروماتيزم والناس اللي عندهم النفخ في رجليهم ما كيقدروش يتمشاو، كيتمشاو غير واحد شويه كيوقفوا، ما كيقدروش يزيدوا ولا يصليو، واقفين كيصليو غير جالسين. جربوا هاد الوصفه الخوت، راه بحال رحمه الله من الريو تاع الخوت. الى راجلك مسكين كيقيل يخدم ويتعب ويرجع عيان، ديري ليها اختي هاد الوصيفه الا كان يستاهل وكيتعامل معاك مزيان، ماشي خساره فيه انك تكمدي ليه رجيلاتو بهاد الماء هذا. والا انت اختي كتخدمي في الزنقه وكتجي تعبانه وكتدخلي لدارك عاوتاني توقفي وكتعياي ورجلك كيبقاو يعطيوك الزديح، ديري هاد الوصيفه هادي اللي غنعطيكم دابا لايك وحركه الاكسبلور باش كلشي يستافد. الله يحفظكم. واللي بغى يشوف الزيت ديال مريوته اللي كيتدهن الركابي اللي كيكونوا منفوخين للظهر العنق، الا كان عنقك كيحرقك كتافك، راح حاطه لكم الزيت في يوتيوب. دابا غنعطيكم الوصفه ديال الملحه الحيه اللي غتكمدوا بها رجيلاتكم. غنجيبوا مريوته الخوت، ها نتوما شوفوا مريوته راه كتكون نايضه غير في الزنقه. غنجيبوا مريوته غنقرضوها غنشلوها بشويه د الماء بارد من الغبره وغنديروها في واحد الكميله وغنديروا عليها الماء وغنخليوها تطبخ حتى يولي الماء خضر. فاش غادي يولي لينا الماء خضر غادي نجيب واحد جوج كومشات كبارين ديال الملحه الحيه، ماشي الملحه اللي كنطيبوا بها، الملح الخشن، الملحه الحيه اللي كتكون غليظه. ها نتوما كيفاش كتكون دايره. غادي نديروا واحد جوج كومشات ولا ثلاثه عامرين في داك المريوت اللي طبخات لينا في الكميله، نكبوهم في واحد البانيوم. ما غنبردوش الماء، غندفيوه وغنبقاو نغطسو رجيلاتنا ونهزو، نغطسو ونهزو حتى نحسو بان الماء دفى ولينا قادرين نخشيو فيه رجيلاتنا. غنغطسو رجيلاتنا وغنخليوها في ديك الماء ومريوته والملحه، غتشوفوا ان العروق ديال رجليك الا كانوا مبوشين غادي تسرحوا اختي. والله العظيم الا واحد البنت من العائله خدمتها غير الوقيف مسكينه ورجليها بحال فيهم الماء، فاش كتوركي عليها رجليها بحال فيهم الماء منفوخين ومزنطرين. عطيتها هاد الوصفه ديال مريوته والملحه بحال رحمه الله، رجليها تفشوا وشحال دعات معايا، وحتى نتوما غادي تدعيو معايا. عندك امك عجوزتك مسكينه كتعاني من هاد المشكل، رجليها كيضروها منفوخين عليها، راجلك انتيا كتخدمي في الدار وتجي تخدمي في الزنقه وفي الدار في الليل فاش تسالي، جربي هاد الوصيفه وردي عليا. واللي بغى يشوف الطريقه كيفاش كنصاوب الزيت ديال مريوته غتلقاو الفيديو في يوتيوب، غتلقاوني حاطه لكم الزيت ديالها الخوت اللي كدهنيه لركابك لظهرك لعنقك اي بلاصه عندك فيها الحريق كندهنوا ليها زيت مريوته. غتدخلوا القناه ديالي يوميات ام يحيى في يوتيوب، تما غتلقاو الزيت ديالها.